بيصير بلبنان هيدي حقيقة فجي وعي ما تقبلها. أنا بحس حالي معنية. لا لا ما بفكر فيه. أول شغلة فكرت فيها هي الانتحار، لأنه كان فكرتي عن المرض غلط. أنا ما بحس إنه ولا مرة صار معي إنه شيء هيك لحتى إني فوت، إنه ولا مرة خفت من هالشغلة، إنه ولا مرة تعرضت لهيك موقف. خوفيني؟ لا مش عاملة فحص، إنه مش واصلة لهالدرجة لأن فحصنا، وعارف إنه ما معي إيه يعني. مش سامع بفحص السيد أصلاً، أنا بدي أعمل فيه، مش سامع كيف بدي أعمله وين. بحب أقول للكل إنه كلنا معرضين. كلنا معرضين، كل شخص معرض في لبنان. الشاب معرض، الكبير معرض، الصغير معرض، متقدم في السن معرض، الطفل معرض، كله معرض. الموضوع التعرض موضوع ما له علاقة لا بالدين ولا له علاقة بالتربية ولا له علاقة بالاسم.